موجودين هيفضلوا شغالين، يعني طول الوقت هنفضل نقول اخوان موجودين هنا واخوان بره، هيفضل الحكايه دي شغالين عليها؟ زي ما بقول لحضرتك، طول ما التنظيم الدولي موجود عناصره في الخارج وبيلقى دعم من دول بعينها، نعم، هتفضل زي ما هي. لكن النجاح اللي اتحقق في مصر بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان هم اتعروا وفقدوا التعاطف مع المواطن المصري. المواطن خلاص ما بقاش عنده، لا 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 بقى بيكره. بيكره. ده مش حتى خلاص ما يهموش، لا ده بقى بيكره. يعني المواطن مش هيمشي تاني ولا يسمع تاني؟ لا خالص خالص خالص. وكل الكلام اللي بيتقال في القنوات العميلة بتاعة تركيا دي، كل ده كلام هجس ولا له تأثير في الشعب المصري خالص. هجس خالص. حضرتك بتقول كلام هجس صح، لا يؤثر في الشعب اطلاقا. نعم. اصعب يوم مر على حضرتك كان ايه؟ هو يوم 28 يناير طبعا. 28. وانا بشوف جهاز الشرطة بيتكسر بالشكل ده. طبعا كان يوم مؤلم جدا. كان خطة جداً. خطة ممنهجة طبعا طبعا خطة. طبعا. ثم كان بعدها قوات مسلحة، ده كان الهدف ولا؟ طبعا هو كان هو واخدها بالتدريج. هو بيكسر الاول الشرطة وبعدين هيلجأ بعد كده للقوات المسلحة. لكن الحمد لله ربنا نجى مصر وتمكنت القوات المسلحة انها تعيد السيطرة مرة تانية وتساعد الشرطة عشان تستعيد مجدها مرة تانية، والحمد لله احنا دلوقتي شايفين الامور ماشية زي الفل الحمد لله. هل اللقاءات اللي تمت بيحصل منهم مثلا يهددوا كان وقتها الدولة مثلا، كان يقدروا يعملوا ده تهديد للدولة تهديد ليكم اطلاقا؟ هم اجبن من ان هم يواجهوا. نعم. هم عايزين ستارة ويقفوا وراها، يعني هم ضحكوا على بعض العناصر السياسية وضحكوا على بعض المسؤولين في الأحزاب اللي كانت موجودة عشان يقفوا في الصف الأول وهم يحدفوا طوب من ورا. لكن هم كانوا أجبن من ان هم يعلنوا المواجهة المباشرة مع الدولة او مع النظام او مع الشرطة. نعم نعم. فبتشوف انه النهاردة الناس خلاص مفيش اخوان بمعنى التعاطف، انه النهاردة مفيش تأثير ليهم عشان الناس مبقتش تتعاطف معهم زي ما كان قبل 2011 اطلاقا. وانا شايف دلوقتي انا كمواطن دلوقتي عايش في وسط المجتمع كده وفي الاسواق وفي المولات والبتاع اطلاقا، ولا الناس في دماغها الاخوان دول، وده خلاص تاريخه وانتهى بالنسبة للتعاطف. لكن ما اقدرش اقول ان لا، لسه في بعض العناصر الاخوانية ما زالت على قناعتها بهذا الفكر السيء.